مرحبا اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. الغزاله ديالي كما كتشوفوا معايا انا البنات، رانا في كيك، راه داير بروموسيون. يا سلام. المهم الغزاله ديالي كيف ما كتشوفوا هنايا، كاينين هاد السراول هادو البنات، ها هما لاتي دايرين البنات 6 اورو، كانوا ب 8 اورو، زوينين البنات. راكم عارفين هاد الوقيته هادي اللي الوليدات كيدخلوا فيها المدرسه، كيكون كلشي صغار عليهم بحال بناتي انا. انا غادي ناخذ لهم شي حويجات كيف ما كتشوفوا هادو، راه باقي عاد حتى الحال باقي زوين كيف ما كتشوفوا. وكاينين هنا بالنسبه للوليدات اللي اولا الامهات اللي كيبغوا يشريو لوليداتهم حويجات نتاع الصيف العام الجاي باش كيتقاموا عليهم ثمن زوين، بحال هادي البنات كانت ب 10 اورو ولات ب 6 اورو. الصراحه اثمنه جد مناسبه، والانسان كيشري العام الجاي وكيتهنى الغزالات ديالي كيف كتشوفوا هنايا. راه الدعوه مراونه البنات، راه كيجمعوا وكيحيدوا البنات. تيشورطات شوفوا كيفاش دايرين، نصكم 2.99 الناس اللي كيشريو العام الجاي، وحتى دابا راه باقيين يلبسوهم لان كيلعبوا الشبورت وداكشي ضروري ما خصهم تريكو نصكم، واخا كتكون المشتى كيطلبوا ليهم تريكوات نصكم. ها نتوما هنايا الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا، نوريكم كوليكسيون جديده ديال الكيك ديال الجاكيطات زوينين. ها نتوما اخواتي الكريمات، ها نتوما بالنسبه لهاد الجاكيطات هادو البنات دايرين 17 اورو البنات و99، راه كيوجدوا المشتى، حيت المشتى راه ما غاديش تزيد تعطل بزاف. ها نتوما هاد الجاكيطات هادو اللي هنا مصوفين، هادو كيتلبسوا هنايا في المانيا لان كاين البرد بزاف، البرد بزاف. هادو البنات زوينين، وحتى انا ديجا شاريه عليهم. ها نتوما هذا هو الجديد كيف ما كتشوفوا، بالنسبه للناس اللي باغيين يبداو لوليداتهم يشريو ليهم. انا شوفوا الغزالات ديالي انايا ملي كتجي، ملي كيجي كيدخل العام الاول البنات كلشي حوايج بناتي كيصغاروا عليهم، لان انا كنشري لهم في وسط العام، في ديك راس العام. ملي كيجي من راس العام للصيف كيدوز وكتبدا العطله شهر 9، كيكونوا الحوايج كلهم قفزوا عليهم. كيف ما كتشوفوا ها نتوما اخواتي الكريمات، كاين هاد الستيل هذا، وكاين البنات هاد الستيل هذا، ها هو هذا عاوتاني واعر البنات، هذا ننصحكم به، هذا كيشد البرد مزيان، وحتى على الشتاء الجاكيطه ما كتفزكش. هذه البنات ما كتفزكش، هذه كتطيح الماء وكيجي هابط. هادو عاوتاني زوينين البنات، شفتوا ها هما ديال الكيك فنين، ها هما شوفوا من الداخل، الداخل راها مضوبله وسخونه ديال اللواط، حاجه ديال اللواط البنات كتطلق الصهد. شفتوا الغزال انتوما شفتوا، ها هي غزاله، هادو واعرين، هادو ننصحكم بهم حيت حتى انا عند بناتي، ولكن البنات كلشي صغار وكلشي تكرفس. وكاينين البنات هادو حتى هما ما تحقروهمش تقولوا رقاق ولا، هادو راهم ديال لاواط، راه سخونين، هادو راه سخونين، هادو راه ديال لاواط سخونين. كتلبسي تريكو غليظ وكديري فوق منه هذا والكاشكول والشويشيه، راه سخونين، حاجه ديال لاواط البنات كتطلق السخونيه. شفتوا هذا غنردو هنايا كل حاجه لبلايصتها. ها نتوما فيهم اللوينات، ها شوفوا هنايا الصراحه الكاليتي واعره. انا كنت خديت عليهم واحد جاكيطه من كيك، عرفتوا شنو نقول لكم، ضربت لي شي 5 سنين وبقى عندي نقيه، دابا ملي نلبسها غنوريها لكم. عندهم الكاليتي ديال الحوايج الالمان زوينه، هي كانت رخيصه ولا غاليه زوينه. كاين هادو حتى هما نتاع الوليدات، وكاينين هادو نتاع البنيات. ها نتوما شوفوا زوينين، ها سخونين البنات. ها نتوما شوفوا البنات هادو 19 اورو، شوفوا شحال زوينين نتاع البنوتات سخونين. ها نتوما شفتوا سخونين، هادو نتاع من 10 سنين 12 عام، شوفوا البنات وطويلين هابطين حتى للفخيضات. ها نتوما 19 اورو و99، شوفوا هذا الشيء البنات عاد كيحطوه، راه كيستفوه، هذه الكوليكسيون جديده كيستفوها البنات، شفتوا كي دايره واعرين. هادو البنات انا ننصحكم ماشي تقولوا راه كيك، راه الكواليتي عندهم، ها الكواليتي ديال الالمان واعره. وبالنسبه لواحد الحاجه اخرى غنقولها لكم، بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، اولا بالنسبه للناس اللي مدخلين وليداتهم كيندرغارتن، اولا ما عارفينش السيستم ديال المانيا كيفاش داير في الحضانات اولا في روض الاطفال اولا في جوارديريه، باش كلشي يفهمني. ملي كتكون البرد والشتاء البنات ضروري ما كتشري لوليداتك هاد التريكو هذا، ماشي ويلي على التريكو ما ديوش عليا، هاد الجاكيطه هذه اللي كتكون ديال الجلد، وهاد السروال ديالها اللي كيكون حتى هو ديال الجلد، باش كيخرجوهم كيلعبوهم، يخرجوهم البنات للباركيات وداكشي، الا ما كانش عندهم ما كيخرجوهمش هما والبوط ديال الميكا. انا قلت غادي غير شويه يزيد يبرد الحال وغنجي نشريها ليهم، هذه ب 10 اورو البنات ها هي. والسروال ديالها كيف ما كتشوفوا اللي هو هذا، هذا الشيء البنات راه عاد مدخلينه، ما نعاودش لكم كيك كي مقلوبه،
قالبينها ودايرين عوض اللي يسدوا مع الثمانية غيسدوا مع السبعة، لان عندهم السلعه كيعلقوها. هادو هما الجيليات هانتوما، هادو ضروري يكونوا في الحضانه. شفتوا تدفعتي شفتوا هادي لما كانتش عنده في الحضانه ما يخرجوه. شوفوا من التحت كيدخلوها ليهم في رجلهم وكيلبسوها ليهم كيسالوبيت ديال بلاستيك باش واخا وسخوا كيلبسوا لهم فوق حوايجهم باش واخا وسخوا ما كاينش المشكل، ما كيدخلهمش البرد. الجاكيطه ديالهم من التحت من الداخل مصوفه عفوا وعلى برا ديال الجلد. هذه ضروري. السروال البنات داير 8 أورو 99، يعني غتقام عليك لبسه كامله ب 20 أورو. ها نتوما شفتوا كي دايره، ها هي. ولان كيخرجوهم هنا راه كيكون البرد والشتاء وكيخرجوهم وكيلعبوهم وكلشي عندهم عادي في بلادي، راه معذرهم ولادنا كيمرضوا بزاف في الصيف. بالنسبه للوليدات ها نتوما الله يحفظ لكم وليداتكم كاملين يا ربي. البنات باش ما تخاصموش معايا تقولي لي ما وريتيناش حوايج ديال الوليدات، ها ما حوايج الوليدات. شوفوا البنات على الجاكيطه، الجاكيطه شحال خطيره، شوفوا خطيره، شي حاجه كلاس واعره. غنحلها لكم البنات، شوفوا غنحل خواتاتي الجاكيطه. شوفوا الجاكيطه الدراري 18 اورو الثمن ديالها واعر، الثمن ديالها الصراحه زوين، وحتى الكوليكسيون ديالها خطيره. شوفوا اللواط هذا اللي كيكون لداخل راه كيطلق السخونيه. شوفوا هنا شحال غليظه، هنايا كيديروا الجاكيطات على حساب البرد حيت عارفين البرد كاين، كيديروهم غلاط. شوفوا الجويبات هنايا والقبيب ها نتوما، الصراحه عندهم داك الشيء زوين. هادو كاينين جيليات اللي كيتلبسوا بحال هكا، كديري ليه تريكو د العنق تصوف غليظ وكديري فوق منه هاد الجيلي. وكاين البنات هذا، ها هو هذا، شوفوا هذا غليظ واعر، هادو كيلبسوهم حتى الرجال الكبار فنين زوينين البنات. شوفوا هذا عاوتاني البنات داير 17 أورو 99، كلهم دايرين لهم نفس الثمن، كي الكبار كي الصغار كي البنات كي الدراري زوينين. شوفوا السنيسله في اليد ها نتوما، السنيسله في الجناب وثقيله وغليظه البنات. جايبين جاكيطات يا سلام يا سلام، جاكيطات فنين. كاينين هادو شوفوا هادو، هادو شيك، شوفوا من الداخل كي داير واعرين. هذه حتى هي غتكون تاع البنات بنفس الثمن، انا غادي نحلها لكم باش تشوفوا من الداخل. كتعرفوا وقت البرد لقيتهم كيشارجيو يعني السلعه، قلت نقولها لخواتاتي حنا كاملين عندنا وليدات. شوفوا من الداخل كي دايره، حنا البنات كاملين عندنا وليدات وكنبغيو زعما نشريو لهم حويجات لان كلشي كيصغار عليهم. شوفوا كي مبطنه، شوفوا 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 شوفوا، والله الا الكاليتي ديالهم الصراحه واعره. الكاليتي ديالهم الله يعطيهم الصحه. انا كنشري من هنا الحوايج وكيصدقوا زوينين، 18 اورو فنين فنين فنين، وشي حاجه ديال الدواء. عرفتي كون كان عندي شي وليد كنت خديت ليه هادي حمقتني، واعره واعره بزاف. هادو كيلبسوها الرجال الكبار، كان عندي شي وليد كنت شريتها ليه، هادي اللي عجبتني فيهم واعره. هادي البنات عاوتاني الشتا كتصبر الشتا، هادي ديال الباش فهمتوا، حاجه ديال الباش واخا كتكب عليها الماء ما كتهزكش كيف الثوب. البنات شوفوا الجديد هاد الشيء البنات، نقول لكم الدعوه مقلوبه مقلوبه. هذيك الجهه البنات سادينها، شوفوا باش ما ندخلوش لان جايبين السلعه جديده. اخواتي الكريمات هنا راه كاين البرد بالنسبه للناس اللي ما عارفينش وبالنسبه للناس اللي جايين جداد، كي كتبيع الحويجات باثمنه جد مناسبه جدا، ناقصه على بريمارك، ناقصه على بزاف ديال المحلات البنات كيف كتشوفوا. وهاد الصبابط هادو ها نتوما شوفوا دايرين 12 أورو 99، عرفتوا كي دايرين من الداخل ولا راهم بطنين راهم صوف من الداخل. كي كتشوفي هنا من برا كلهم من الداخل بحال هكا، كاين هاد الستيل هذا وكاين البنات هاد الستيل هذا، راه باقيين عاد كيستفوا باش يعلقوا هادشي. شوفوا هادشي ديال البريو ها نتوما، كاينين هادو كاينين هادو، جابوا جوج د الموديلات راه مازال خدامين عليهم حتى هما من الداخل مصوفين بحال 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 هادو، حيت البرد راه عندنا واحد البرد خطير حنايا. كيف كتشوفوا هنايا كاينين هاد التريكوات هادو البنات، انا كنوريكم علاش، حيت حتى انا بنت الشعب كنقلب على الحاجه اللي بثمن زوين. شفتوا فهمتوا البنات، هادو جوج ب 4 أورو 49، ها هما جوج جوج ب 4 أورو 9، ها هما جوج وحدات 4 أورو 49 البنات. ها نتوما الثمن ديالهم زعما الصراحه مشجع وزوين وهذا، والصراحه حاليا غتشريو لهم غير بحال هادو باش يقضيو الا ما عندهمش، كان عندهم شريو لهم حويجات نتاع الصوف. وننصحكم يعني كناس جداد اجيو الكيك، كاليتي زوينه والثمن زوين ودائما كيجيبوا كوليكسيون جديده الصراحه. ما نعاودش ليكم انتوما بحال دابا هاد التريكو ديال الصوف داير هنا 8 أورو، تشريه راه بريمارك ولينا ما نقدوش نشريو منها، هذا في بريمارك غيديروا لك ليه واحد 15 16 أورو، هزيه ولا حطيه.
كاين هادو هادشي ديال يونيكور، شوفوا البنات التريكو 6 أورو فيه يونيكور. هذا تمشي لمحل اخر ما تلقايش بداك الثمن. كاينين هاد الجواكيطات، هادو البنات جابوا هاد الكوليكسيون جديد. ها هي كوليكسيون جديده، شوفوا الغزالات ديالي، شوفوا كي دايره. ها انتوما فنه الصراحه، عجبوني حمقوني. هذه ها انتوما، هذه دايره 15 أورو، ولكن خص يكونوا الحوايج غلاض الا في المشتى، ولا تخليوها ليهم غير في هاد الوقيته هذه يلبسوها. الصراحه زوينه بزاف. ها انتوما الصراحه جي من حويجات، لان صافي غادي يدخل البرد. كاين بحال هادو مثلا البنات، حتى هادو زوينين كيتلبسوا. انا راهم عند بناتي تقريبا بحالهم. هادو كنت شاريهم بريمارك، وشي وحدين كنت شاريهم عليهم. هادو تا هما كنلبس بناتي مزيان وكنلبسهم ليهم من الفوق. هانتوما شفتوا، وفيها القب. دائما شري ولادكم جاكيطات بالقباب، راه البرد والشتا يدير الطاقيه ويدير القبة. البنات شوفوا هادو بحال هادو نتاع العيالات الكبار، دايرين 15 أورو. هادو البنات الجاكيطات ديال العزارة، 8 سنين 9 سنين 10 سنين 11 عام. شوفوا البنات، شوفوا انتم وريو لوليداتكم الى عجبتهم، الى عجبتهم شي حاجة يجيو ليا. راه فيهم 8 سنين 9 سنين 10 سنين، وانتم غاديين. كاين هذا كيحمقوني انايا، بحال هاد الجاكيطات ديال الدراري كيحمقوني البنات. فنين فنين فنين. ها انتم شوف شوفوا عاوتاني هاد الزريقه كتحمق. شتو البنات، عندهم جاكيطات مخدومين البنات، ما تقولوش ما سخونينش، عندهم مخدومين لان عندهم البرد قاسح بزاف. هنا البرد قاسح كيخدموا الجاكيطه مزيان. شتو وهنا راه قاعدين كيعلقوا، ما لقيت البنات منين نخرج. الدعوه ناضيه. بالنسبه للجاكيطات نتاع البنوته، تشوفوا الكوليكسيون جديده، الكوليكسيون البنات جديده. ها انتم نوريكم، شوفوا اخواتي البنوتات الحلوات اللي عنده. البنوتات الحلوات هذه من 8 9 شهور 12 شهر 9 أورو، و 14 أورو 99، عفوا 14 أورو 99، ومن الداخل مبطنه. بلاتي نوريكم، عندهم حويجات هنا خطيرين خطيرين، والثمن ديالهم زوين والكاليتي ديالهم تستاهل. شوفوا بحال الفوطه هنايا. شو البنات، وكاين البنات كاين البنات عاوتاني هذه، ها هي شتو شوفوا هذه كتحمق شي حاجه روعه. وكاينين هادوك كاينين سراولهم، وكاينين الجيليات هادو كاينين. بلاتي نوريكم، يا اما هاد السروال ديريه مع هاد الجاكيطه. السروال بطبيعه الحال حتى هو داير 7 أورو 99، يا اما اللي كيدار للبيبي. حتى انا فاش كانوا بناتي صغار داير 16 أورو، كنت كناخذو ليهم، وكنت كنمشي ناخذو ليهم السي ومتاكد ضربوني حتى حتى كنعواج. يعني ما بغيتش ديروا الاغلاط اللي درت. عندهم الكاليتي خطيره، يا سلام. هنايا البنات السراول، باش ننصحكم بالنسبه للسراول لوليداتكم، خذوهم مبطنين من الداخل، حيت راه البرد مبطنين، وديروا اللايبا غليظه لان البرد، والوليدات الصغار مساكن دغيا كيضربهم البرد. شو اخواتي عرفتوا كوليكسيون، يا سلام خطيره واعره. شوفوا هذيك البلاصه قلت لك راه سادينها باش كيديروا باش كيقادوا. وكاينه هاد الجاكيطه هذه، ها هي لا هاد السالوبيت، عفوا سمحوا لي سالوبيت، حتى هو نفس الثمن ومن الداخل غليظ، وهذا هو اللي يصلح البرد للبيبيات الصغار. المهم اخواتي انا غنوريكم البنات شنو خديت لبناتي حاليا، لان كاين الجو متقلب. الوقيته اللي الناس كانوا كيدوزوا فيها الصيف، هما مساكن كانت عندهم المشتى. بالنسبه للناس اللي ما هبطوش تكرفسوا هذا العام، يعني ما دوزوش كاع 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 الصيف، لا 7 لا 8 والو، القضيه حامضه. دابا حنايا حتى لشهر 9 العاد بدات كتشمش الدعوه. دابا حنا عندنا الجو سخون، يعني خديت ليهم البنات هادو، خديت ليهم هادو خفافين ويقدروا يلبسوهم حتى مع الجاكيطه غليظه. هادو ها نتوما خديت ليهم هادو البنات، وخديت كناخذ ليهم بحال بحال، حيت الا ما خديتش ليهم بحال بحال غتقول لك انا بغيت بحال هادي، وبالاخص صغيره ما كتفهمش. هادو البنات ها نتوما، هادو جوج، هاما جوج. بناتي كيحمقوا على الغوز، ها نتوما خديت لهم جوج، هم جوج جوج. ها نتوما الكبيدات ديالي شتو، ها نتوما هذا البنات السروال. انا بنتي غير باش نعطيكم واحد النصيحه بالنسبه لوليداتهم داخلين الاول عام للتحضيري او الاول او بريماريا، الغزالات ديالي ما ديروش ليهم السراول اللي فيهم البطونات، حاولوا تشري لهم السراول اللي ما فيهمش المقفاله او القفاله او كل واحد اش كيقول ليها. وحاولوا ما تشريوش ليهم السبرديلات بالسيور، اولا الا شريتو السبرديلات بالسيور، هذوك السيور اللي وريتكم في بريمار في اكسيون، غير كتحشيهم كيحل الولد غير بحال هكا وكيخشي،
كيتعذبوا. انا بنتي شريت لها واحد الشكل ديال السراول من بري مارك غير كيطلعوا وعذبوها، قالت لك ما نلبسهمش ما كيبغوش يهبطوا ليا ملي كنبغي نقضي الحاجه ديالي. المهم خديت ليها هذا، ومن الداخل البنات راه بولير، هادو مدوك جداد اللي عاد حطوا الكوليكسيون جديده من الداخل داير بحال الفوطه. ها انتم البنات خديت ليهم جوج، هذا واقيلا ما لقيتش الغزال، لقيت كبير وما نقدرش نشري لها انا حاجه ونحطها عندي انا حتى العام الجاي، فهمتوا؟ خديت هذا الغزال البنات هذا، لان كلشي صغار عليهم يعني من راس العام حتى لشهر تسعود راه كلشي صغار. ها انتم اخواتي خديت ليهم هادو، هادو كلهم بولير من التحت، بولير فوطه فوطه، ها هو البولير هذا سميتو البولير فوطه، فوطه سخونين، وفي المشتى يلبسوا تحت منهم الليبات غلاضين، ومن بعد عاد غنشري لهم سراول ديال المشتى ديال بصح، ملي كتدخل ديك المشتى كيدخلوا السراول بحال اللي وريتكم هادو كيدخلهم. خديت ليها عاوتاني هذا الصغوره ديالي، خديت الصغوره ديالي بحال اختها، وهذاك اللي فيه العقيق ما لقيتوش، لقيت لها غير التقده ديال زوزو، هذا ديال يونيكور. البنات هذا الشيء خديته ليها باش نقضي، علاش؟ لان انا درت واحد الكوموند وصلتني كوليا، كوليا قالوا لك حقه غالطين في العنوان، وتصوروا معايا اللي فيها ما عاد شحال من شي 20 بياسه رجعات، والله تعصبت البنات. وغادي نوريكم الغزالات شو صني من المغرب. ايه يا اختي، جابوا لي الدواقه وجابوا لي صابلي الصديقه ديالي كوثر الله يعطيها الخير، شوفي مسكينه جابت لي صابلي، صابلي ديال المغرب ما كاينش بحالو. انا اختي خصو بالرجال داتاي، ونكون جالسه بوحدي جالسه ديال الاماره ما غيفهمها غير صحاب الانستغرام. خدات ليهم مسكينه سنيسلات ديال النقره البناتي الله يعطيها الخير، خدت ليهم جوج. ها انتم البنات خدت ليهم سنسلات سناسل ديال النقره الباروك ديال المغرب، وانا خدت لي واحد الكادو تلبسو نتقاسمو معاكم. شوفوا البنات طوفيطه ديال المغرب وطونيك الله يعطيها الخير. المهم البنات جابت لي مسكينه الباروك الله يعطيها الخير، كنقول لها شكرا بزاف. اخواتي الكريمات اليوم رانا معروضه، غادي ان شاء الله غادي نتقاسم معكم العراضه. فين غاده؟ ايوا اختي كثرت عليكم في العرايض، غير سمحوا لي غير سمحوا لي الكبيدات ديالي. المهم غنمشي نجيب بناتي ان شاء الله البنات ونتقاسم معكم اخواتي العراضه. الغزالات ديالي شوفوا 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 المناظر ما شاء الله. المهم انا غاده اللي بغات العنوان من هنا لقدام قولوها ليا نسول لكم ونعطيكم العنوان اخواتي. شوفوا على منظر كي داير، شوفوا على منظر، شوفوا هنا الناس كيكونوا جالسين. المهم الغزالات ديالي ها نتوما كيف ما كتشوفوا، تديو نتوما حتى فكره بالنسبه للناس. هنايا البنات دخلت، هذه هي المائدة بالنسبة حتى الناس اللي باغا تكون عندها فكرة، ولا اللي باغا دير شي حفل هنا شي عراسية شي سبوع شي طهارة. مهم هكذا الحفلات هنايا كيكونوا كيحطوا لك القهوة، يعني على حساب يعني الانسان اللي داير الحفل ديالو شنو داير فيه، دايرين البنات القهوة ودايرين هذاك نيستلي ودايرين العصير والماء بلاطو الحلوة. ايوا خصكم هنايا راه كتقاد الشقف، انا البنات كنشوف القهوة كيتلف لي الراي، ضروري خاصني البنات نشرب قهيوة. انا شربتها البنات كحلة ما درت فيها لا نيستلي لا حتى شي حاجة اخواتي الكريمات، وراني قاعدة كنحرك وكنشوف. المهم اخواتي راني قادية الغراض. مهم هنايا البنات كيف ما كتشوفوا حنايا المغربيات تبارك الله ما شاء الله علينا، فين ما مشينا راه حنا دايرين تبارك الله دايرين العز. المهم هانتوما الحلوه، الحلوه المغربيه قلت لها جبتيها في الوقت، قلت
عجبتيا مع القهوه نيشان يا اختي. لقيت متتبعاتي تهلاو فيا اللي تعطيني الحلوه اللي تقول لي شي جلسي من هنا، ما شاء الله تبارك الله عليهم الله يحفظهم. المهم اخواتي الكريمات كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما كيف كتشوفوا هذه هي الطب، كيديروا لك طبصير في قلب طبصير في قلب طبصير، راكم عارفين داك الشيء في الجولد زوين. وهنا اخواتي العصير كيف ما كتشوفوا اللي بغى يشرب العصير، الصراحه داز كل شيء زوين تبارك الله. هذا يا اختي اتاي وهالكاس حلو. هانتوما اختي حنا هنايا مناشطين تبارك الله ما شاء الله، نشطنا وضحكنا وفرحنا وفوجنا. ايوا اختي الله يكثر الخير والله يجعل كل شيء مبارك مسعود ان شاء الله، يتربى في عزها واللي ما عندهاش الدريه الصالحه الله يعطيها لها. المهم الوجبه الاولى كانت بسطيله نتاع الدجاج، كاين هنا في هاد الطبسيل البايه، وكاين البنات ان سلاده يعني الشلاضه نتاع الجرده والبرغول. الغزاله ديالي هانتوما الحادقه ديالنا كتقطع لنا اختي البسطيله باش كل وحده تهز طريه في البنات ديالها. وهنا كيف ما كتشوفوا صافي بدينا ناكلوا، ما شهيتكم الغزالات بدينا ناخذوا مشليطه، راكم عارفين زعما صحابين اللي يجيبوا داك الشيء الا شافونا الكوري تخلعوا، قالك بداو بالشلاضه وكملوا باللحم والمرقه. مهم اخواتي كيف ما كتشوفوا اختكم راه مراكز متجالسه مع ليا ما بيا. ايوا لالا تعضتني النحله، ايوا جابوا ليا التلج راني صقعة هانتوما قلت لك رانا حلوة الله يعطيك الخير. المهم عضتني نحلة عفتني عضتني هنا البنات، لا اله الا الله محمد رسول الله صافي. المهم اخواتي هانتوما كيف ما كتشوفوا هالبلا ديالي درت فيه كل شيء، بقى ليا غير البرغل البنات كلشي خلطتو، حطيت تما البسطيله شلاضه الله يرزقها الصحه والسلامه، كلشي كيتخلط في الكرش. المهم انا اخواتاتي اختكم راه مركزه راه قاعده كتاكل وتبنى الله يديمها نعمه ويحفظها من الزوال يا ربي، الله يجعل لها كلشي مبارك مسعود وصدقه ان شاء الله على وليداتها يا ربي. المهم نشطنا وضحكنا وفوجنا اختي وكملناها عاوتاني بالماكله. المهم هنايا جابوا لينا الخبز كيف ما كتشوفوا اخواتي، غادي نضربوا الدجاج. انتما اخواتي الدجاج حاضر ناضر في جميع المناسبات المغربيه، الا ما كانش الدجاج راه ما كاين والو. وهنا لي فخوي بطبيعه الحال مع لي كلاص كيف ما كتشوفوا البنات باش نبردوا. ايوا اختي ونعطيو الجسم ديالنا شويه ديال لي فيتامين كيف ما كتشوفوا البنات. وهنايا البنات كيف ما كتشوفوا لي كادو اللي جابوا الناس، هنايا عاوتاني كيف ما كتشوفوا لي دراجي، هذا الشيء اللي محطوط هنا في البيفي كل واحد يحط داك الشيء اللي بغى ليه تعاقد وداك الشيء اللي كيتحط.